على مشروع حلو وحتطور. خالتي قالت لي في ظهرك يا ابني بطل همبكة بس تشطر. قلت هفكر واجري وادور على مشروع حلو وهتطور. خالتي قالت لي في ظهرك يا ابني بطل همبكة بس تشطر. جاب مشروع جربنا وباظت، خالتي تصوت واحنا نغامر. نرجع نفتح مشروع تالت، احلام خالتي دي تبقى اوامر. حاج مصطفى، انا كنت عايز اخد منك شويه خبره قبل ما ابدا المشروع بتاعي. بص يا سيد الناس، الطرش مش شغلانه صعبه، كل الحكايه ميه وملح بس كده، وتنزل السوق تشتري لك شوال بصل على شوال جزر وشوال لفت على شويه قرنبيط وشوال فلفل اخضر كتير قوي اخد بالك. وبعدين ولا قبلين كده الشغلانه تمام. فعلا سهله يا حاج، بس لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، اشمعنى الزباين عندك بسم الله ما شاء الله نمل، والمعمل اللي جنبك بيهش؟ ده سر الصنعه يا غالي بقى. وايه بقى هو سر الصنعه يا غالي بقى؟ وده كلام يعني عايزني اقول لك سر الصنعه كده ببساطه؟ وفيها ايه يا حاج مصطفى يعني؟ وانا جايه نفسك، انا هعمل معملي في حته بعيد عنك. احنا بيجينا هنا في السيده زينب زباين من كل حته، ايه اللي بيجيبهم؟ سر الصنعه، التاتش بتاعي لمؤاخذه، ده تمن خبره السنين. جاي انت عايز تاخدها بسهوله كده؟ تمام تمام تمام، يعني انت مش ناوي تساعدني يا ابني؟ يا حبيبي كل حاجه ليها حاجه، يعني مثلا انا بشتري اللفت في ميعاده وبخزنه، نفس الكلام ينطبق على الليمون والجزر والقرنبيط والفلفل. الشطاره انك تشتري كل صنف في اوانه، ده غير انك محتاج صنايعيه شاطرين. والترشي محتاج صنايعيه يعملوا ايه يعني؟ امال مين اللي هيقطع البضاعه؟ التقطيع ليه صنايعي معين، الجزرايه او حته اللفت اللي بتاكلها على الجاهز دي ليها صنايعي تقطيع مخصوص، ده غير التخليل وخلافه. حلو، ايه بقى اللي يفرق طعم عن طعم؟ انت هتلف تلف وتسال على سر الصنعه؟ عايز افهم يا حاج عشان ادرس مشروعي قبل ما اعمله. يبقى تبدا معايا من الصفر. ايوه يعني اعمل ايه يا حاج؟ انت كل شويه قول لي ابدا من الصفر ابدا من الصفر، اعمل ايه يعني؟ تشتغل جوه معمل ترشي وتشوف بنفسك. يا عم المساله مش مستاهله، دي ميه وملح زي ما انت قلت. يبقى اشوف لك مشروع تاني. بس انا حاسس ان انا في المشروع ده هنجح وهحقق احلامي. كده خلاص انت معايا الليله، والفجريه تيجي معايا سوق الجمله وتشوف ازاي بشتري البضاعه. موافق موافق، وبالمرة أتعرف على التجار وأزبط نفسي. أوكي، أحلم خالتي دي تبقى أوامر. إزيك يا عم مغاول؟ مال فين اللي ما يتسمى؟ ما ظهرش من امبارح وموبايله مقفول، بصراحة ما أعرفش راح فين. ليه بيتصار مع عيال صيع شبه؟ من فضلك يا عم مغاول ما تقولش كده على كيمو. ما يصحش، برضو مهما كان ده خطيب بنتك. ده لو شاف حالة متودنه عادي، ممكن اشوفها في المراية. انا هو بص، وانا اتجننت عشان اجوز بنتي الوحيدة عيل صايع زي ده؟ كيمو مش صايع، احنا بس اللي حظنا وحش. هتشرب حاجة يا ستينو؟ قهوة مظبوط مغلية بن غامق. هتقعد مع عمك مغاوري؟ لا ما بقعدش مع الاشكال دي، انا رايح مشوار. طب والقهوة؟ يبقى اشربها انت بدالي. على حسابك يا ستينو. وماله؟ يبقى كده حسابك 9 قهوة، مش هتحاسبني؟ متى حمار؟ احلام خالتي دي تبقى اوامر. انت فين يا كيمو؟ انا على النيل من بعد نزلة كوبري اكتوبر كده زي ما وصفتلي، فينك بقى؟ بص، انزلي النزله اللي جنب المشتل، عدي اول مشتل، تالت مشتل، رابع مشتل، هتلاقيني. خلاص شفت، دايما تعدني كده. يلا سلام. خليك شجاع يا كيمو، قول لها كلمتين وخلص نفسك. اعمل بروفه قبل ما تيجي. عتاب، انا فعلا حبيتك وكنت ناوي اكمل نص ديني معاكي يا عتاب، وكنت عايز اعيش عمرك كله معاكي يا عتاب، لكن خلاص خلاص يا عتاب ما عادش ينفع، انت طالق. ركز يا كيمو شويه. بص يا عتاب، احنا كده مش هينفع نتخطب. ليه حليتها من غير ليه؟ زي ما قال استاذ محمد عبد الوهاب، يا عتاب اسمعي اللي بقولك عليه وخلاص يا عتاب من غير عتاب. انت بتكلم نفسك يا كيمو؟ عتاب امال ام 44 كنت فين من امبارح؟ كنت بطرح ما كنت. انا خلاص يا عتاب اتاكدت ان انا فاشل يا عتاب. امال انا حبيتك ليه؟ عشان فاشل؟ لا، عشان بتصارحني بالحقيقة على طول. والحقيقة بقى أنا مش فالح يا عتاب،
جربت مشاريع كتير وفشلت، وخالتي زهقت مني، ووالدتك عايزه معادل الخطوبه وكاتب الكتاب، وعم مغاوري مش طايقني، وعندي صديق منحوس كل ما يقول لي ببالي هتلعب معانا نتحبس. تعرفي بقى انا ما نمتش من امبارح. اكيد كنت بتفكر فيا صح؟ انا كنت عايز اعمل معمل ترشي، قلت مشروع سهل ومفيش بيت في مصر ما بيحبش الترشي. رحت الحاج مصطفى ونزلت معاه السوق كمان، لقيت الحكايه مش سهله يا عتاب. فضل يفحص في الليمون ويقلب في الزيتون والفلفل وانواعه، ده غير اللفت والجزر. لقيت لازم ادخل كليه زراعه الاول قبل ما اعمل مشروع زي ده، ده غير التقطيع والتخليل وكل ده كوم يا عتاب، والخلطه السريه كوم تاني يا ماما. والله لغايه دلوقتي اتشقلبت معاه، مش عارف اعرف ايه هي الخلطه السريه، مش عايز يقول لي. موال يا عتاب موال، انا يا بنت الناس مش نافع، انا بني ادم فاشل، ليه تكملي حياتك بقى واحد فاشل؟ ايه الاحباط ده على الصبح؟ ربك كريم يا كيم، بس بلاش يأس كده وروق. انا مش عارف اتصرف، انا كل ما اخرج من نقره اقع في ضحضير. عشان ماشي جهجهون، ده عطوه جاهل عنده بدل المشغل ثلاثه. عارف ليه؟ ليه؟ عشان درس مشروعه قبل ما يبتدي، بدا بمكانتين وبعد سنه راح خد كارد ووسع وكبر، والكارد اتسدد وخد فرصه اكبر وكده بقى عطوه ينجح، وانت تفشل يا كيمو. اعمل ايه يعني، حظ كده. طب انت عارف ان عطوه هيتجنن عليا، عايز يتجوز. نعم، وانت رايك ايه؟ قلت له انا اخترت خلاص، انت عندي بالدنيا كلها. عتاب عتاب، انت اول مره تقولي كلام حلو يا عتاب. على الله يتمر فيك. يعني واقفه جنبي في اللي جاي يا عتاب؟ ابدا صح وانا معاك، ان شاء الله نتجوز في اوضه وننام على حصيره وناكل عيش ودق. بجد يا حبيبتي يا عتاب، صباعك الصغير ابوسه. ايدك لقطعها لك، ليله الدخله هسيب لك ايدي كلها. وانا اوعدك بعد الكلام الحلو ده هتشوفي كيمو جديد لانج نوفي. فين الفلوس اللي استلفتها مني؟ ايه ده، ايه القلبه دي يا ماما؟ ما احنا كنا ماشيين كويس وبنحب بعض، وانت تقولي مش هسيبك. ليه كده؟ ليه بتصديني فجاه يا ماما كده؟ ثم سيبك من الفلوس، الله، وانا خطير يعني ما حديك الفلوس. مهم مش عايز خالتي ولا اي مخلوق يعرف ان انت شفتيني. ها ليه؟ لغرض ما في نفسي كيمو. احلم خالتي دي زبقه اوامر. هذا المسلسل برعايه شركه تنميه لخدمات المشروعات متناهيه الصغر. محتاج تمويل، تنميع تشيل توك توك توصيل، تنميع تشيل جنيور مسامير، تنميع تشيل من غير تأخير، تنميع تشيل تنميها توفر لك تمويل لمشروعك من 5000 لغاية 100,000 جنيه وفي يومين بس. اتصل على 16 16 4. تنمية، مشروعات صغيرة لوطن كبير. وادور على مشروع حلو وحطور، خالتي قالت لي في ظهرك يا ابني بطل همبكة بس اتشطر. قلت هفكر واجري وادور على مشروع حلو وهتطور، خالتي قالت لي في ظهرك يا ابني بطل همبكة بس اتشطر. كم مشروع جربنا وباظت، خالتي تصوت